السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، نرحب فيكم في قسم العلوم التجارية. اليوم راح نشرح لكم مقرر محو 804 المستوى الثاني لطلبة التلمذة المهنية المسار التعليم الفني والمهني. طبعا تشابتر 8 يتكلم عن البريبيرد اكسبنس ان ان ايرد ريفينيو. اهدافنا حق اللي هو حصة اليوم او درس اليوم، الهدف الأول will explain the reason of adjusting entries، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني identify the major types of adjusting entries، نبي نعرف الأنواع. ثلاثة how to prepare the adjusting entries، شلون نبتدي إن احنا نسجل ال adjusting entries. هذه هو أهدافنا حق درس اليوم. انزين عندنا اللي هو الادجستنج انتريز، عندنا اللي هو نوعين. اول نوع اللي هو البريبيرد اكسبنس، اول نوع اللي هو البريبيرد اكسبنس، وبعدين ممكن يكون عندي اللي هو الان اير ريفينيو. قبل ذي طبعا لازم احنا عندنا في العمليات الحسابيه في بيكون عندي ان ادجستنج اللي هو ترايل بالانس، في حسابات تكون ان ادجستنج اللي هو حسابات موجوده عندي، بعدين نصير في عمليه اللي هو عمليه ادجستنج in the basic year، وبعدين ممكن يكون اللي هو adjusting trial balance. اوكي فاول حسابات في ممكن يكون an adjusting trial balance، بعدين adjusting، بعدين adjusting trial balance، بنتطرق فيهم ان شاء الله في درس الوركشيت. اول شيء عندنا اللي هو prepared expense، عباره عن expense that will paid in cash، مصروف راح ندفعه كاش مقدم، ولكن يكون as recorded as assets، يعني بيكون تصنيف اللي هو الحساب يعتبر من ضمن الاسس. before they are used يعني قبل احنا نستخدمه، هذه هو الاكسبنس طبعا or consume. مثال عليه prepared expense عندنا مثلا الانشورنس اكسبنس، عندنا مثلا الرنت اكسبنس اللي تكون مصاريف ندفعها كاش. ان ايرد ريفينيو عباره عن كاش ويل ريسيف، ان احنا ممكن اسيت او الكاش نستفيد منه نحصل عليه كاش. اند ريكورد كلاسيفايز از لايبيليتيز، مثال عليه يعني مثلا مكتب السفريات لما نروح نحجز مثلا وندفع كاش، ممكن يكون مثلا السفر بعد شهر بعد شهرين، فالمهم انهم استلموا كاش ريسيف. بيفور ذا ريفينيو از اير، انزين prepared expense اللي هو تعريفه are economics resource that are expected to be used near future. In other words refer item to be paid، ان احنا راح ندفعه يكون عندي in advance، ندفعه يكون مقدم of receiving their benefit. أمثلة عليه مثلا insurance expense، إذا احنا دفعنا مثلا مصروف تأمين، كلنا ندفع مصروف تأمين مقدم، أو مثلا أجار المحل أو أجار الشقة. عندنا advertisement expense مثلا مصروف اللي هو الإعلانات ندفعها مقدما. طبعا هذا شكل الجنرال جورنال اللي راح نستفيد منه، شلون نبتدي ان احنا نسوي اللي هو prepare the general journal. عندنا الديت والاكسبليشن والديبت والكريدت. طبعا اول حساب اللي هو prepared insurance والكاش، مجرد ان احنا نسجل قيمة اللي هو المصروف اللي احنا استلمناه مقدم، اللي هو راح يكون في الديبت وراح يكون في الكريدت. هذا هو قيد اللي هو الادجستنج، هذا هو اللي راح نبتدي في قيد الادجستنج اللي هو راح يكون انشورنس اكسبنس في الديبت، وبعدين راح يكون بريبيرد انشورنس في الكريدت. هذا هو قيد الادجستنج. نشوف مثال اكزامبل نمبر 1. The prepared insurance account had 4000، عندنا قيمة الانشورنس كانت 4000، ديبت بالانس ديسمبر 31 2016. بيفور ادجستنج يعني هذه ال 4000 كانت قبل لا تصير عملية الادجستنج. فور ذا كوست اوف ان اكسباير كفرج، ان اناليسيس اوف كومبانيز انشورنس بوليسي شو ذا 2600، يعني معناته انه كان في عندي نيو وفي عندي شنو اولد. اوكي عندنا اللي هو الانشورنس، هذا هو قانون الانشورنس اكسبنس اللي هو قيمة التوتال اكسبنس كانت 4000 ماينس ريمين اللي هو الان اكسباير سوري اللي هو 2600، فنطرحهم من بعض بيعطينا ال 1400. هذه ال 1400 تسجل قيمة الادجستنج مالت البريبير اكسبنس، فبنسجلها عادة تكون ديسمبر 31 نهاية السنة ذا اند اوف ذا ييرز. قيد الانشورنس ثابت، ديبت انشورنس اكسبنس
تحتها بيكون prepaid insurance بالمبلغ 1400، واحد debit والثاني credit. نوع آخر من insurance expense، insurance premium اللي هو 12,000 have been paid، إن هني بيكون عندنا شنو مدفوع on July 31. لو لاحظنا إن هني عندنا 31 July السنة فيها 12 شهر صح؟ لما يقول لي 31 جولاي يعني جولاي مو بمحسوبة، ينحسب من شهر سوري من شهر أوغست. عندنا أوغست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، كم شهر؟ 1 2 3 4 5، فبيكون عندي 5 months، 5 شهور. In 1 year you are required to make necessary entries for the financial year which end December 31. طبعا عندنا المبلغ اللي هو 12,000 راح احطه هنا اضربه في 5 على 12. ليش؟ لان انا اوريدي عندي 5 months، 5 شهور، يعني بيكون 5 على 12. فحطيت ال 12,000 ضربتها في 5 على 12 نزلتها 5,000. أي أسجل هاي القيد اللي هو قيد الأجستد. ديسمبر 31 2019 إنشورنس إكسبنس القيد ثابت تحت بريبيرد إنشورنس بمبلغ 5,000، واحد ديبت والثاني إكريدت. اللي بعده السبلايز، عندنا السبلايز in the end of accounting period a company could the remain اللي هو supplies. The difference between the balance in the supplies account اللي هو طبعا نعتبر هي من ضمن الاسيتس and supplies on the hand will represent the supplies used اللي هو الاكسبنس. طبعا نشوف عندنا الفورمولا اللي هني supplies expense نعتبر انه هو خلاص use، يعني ممكن يكون supplies expense او supplies use او expire كلهم equal. Supplies on hand اللي في يدي أو remain أو unused أو in expire، هذولين كلهم نفس المعنى. إني حق الفورمولا علشان نبتدي نحسب supplies expense. الفورمولا الأولى supplies expense هو عبارة عن total supplies، يعني كم كان مجموع total supplies ناقص supplies on hand. أو القانون الثاني عبارة عن الـ beginning balance، يعني كم كان عندي supplies في بداية السنة، في بداية السنة كم كان في واحد مثلا واحد زائد الـ purchase، كم قيمة الـ purchase اللي أنا شريتها ناقص الـ ending كم كان في 31 ديسمبر. فيا أما نستخدم القانون الأول أو نستخدم القانون الثاني علشان نطلع قيمة الـ supplies expense. نشوف المثال، المثال الثالث. On January 1, 2019 the office supplies account معطينا قيمة السبلايز ب 1500. بعدين 2500 of the office supplies will purchase. Supplies 1500 2500 تعتبر هي البرتشيز. During the year on December 31, 2019 physical accounting show only 1,000 of the supplies available. ال 1,000 تعتبر هي on hand. يلا show the adjusting entries، لازم نحتاج ان احنا نطلع supplies expense. فالsupplies expense اخذنا ال beginning balance، كم كانت ال beginning balance عندي في البداية؟ 1500 كانت في 1 جانوري، زائد البرتشيز اللي هي عندي 2500 ناقص الاندينج بالانس كم كانت في ديسمبر 31 كانت 1000، بعدين نسوي الكالكوليشن يعطينا 3000. استخدمنا القانون الثاني. اني لما ينسجله في اللي هو الانتريز في الجنرال جورنال بنسجله في ديسمبر 31 نهاية السنة 2019، القيد ثابت بيكون عندي supplies expense فوق، تحت بيكون عندي supplies بالمبلغ 3,000، واحد debit والثاني credit.
انزين نكمل على example 4. طبعا عندنا January 1, 2019 احمد كمباني will purchase a new machine. طبعا في عندنا اللي هو machine. The cost will be 2000. هاي قيمة اللي هو التكلفة. The machine will expect the salvage value. كم راح يتوقعون يكون هم شايرينها ب 21000. كم يتوقعون راح تكون انهم يبيعونها ب 1000. At the end of useful life بيكون كم العمر الافتراضي لها 5 years. The company will use طبعا الستريت لاين. احنا مثل ما قلنا في chapter 4 درسته عن درس الديبريشيشن كان في ستريت لاين وفي دبل ديكلاين. فاني نطبق اللي هو الفورمولا. الفورمولا عندي annual depreciation هذه هو القانون. الأكوزيشن كوست كانت التكلفة 21000 قيمة التكلفة ناقص السالفج فاليو مجرد من السؤال 1000 على اليوسفول لايف 5 فبيعطيني 4000. إني نسجل القيد طبعا في الجنرال جورنال هذه ديسمبر 31 اللي هو التاريخ. القيد ثابت بيكون depreciation expense والaccumulated depreciation. طبعا هذه اوريدي انتم ماخذينها في chapter 4. نسجل القيد واحد ديبت والثاني بيكون كريدت. اللي بعده example 5. في 1 أكتوبر 2019 صلاح advertising agency receive in advance. طبعا انهم معطين ان في مبلغ استلمناه مقدم for one year لمدة سنة كاملة قيمته كم 2400 for نور establishment. Advertising expected to be complete by October 1. طبعا مثل ما احنا نعرف ال whole years عندنا اكتوبر نوفمبر ديسمبر. كم شهر؟ 1 2 3 فبيكون عندي 3 months. اوكي يلا نبتدي نسوي اللي هو ال adjusting entries. مثل ما سوينا خذنا قيمة ال 2400 قيمة المبلغ مال الريفينيو كتوتال ريفينيو ضربناه في 3 على 12 اللي هو المانث طلع لنا 600 دينار. لما ينسجل اللي هو القيد مال الريفينيو نعتبر انه هو ان اير سيرفيس ريفينيو لانه يعتبر هو مكتب سفريات قدم لك اللي هو الخدمه واستلمتي مكانه كاش فبنسجله ان اير سيرفيس ريفينيو وبعدين بنسجله سيرفيس ريفينيو بالمبلغ 600. واحده ديبت والثانيه كريدت. يلا نشوف اللي هو عشان نعرف ان انتم فاهمين الدرس ولا لا. ناخذ اكتيفيتيز نمبر 1. If the company has a balance of supplies, معطينا قيمة السبلايز 3600 before adjusting. On December 31, 2018, supplies remain on hand, معطيني on hand 2400. The adjusting entries, لما أبتدي أسوي الـ adjusting entries حق السبلايز, should be any credit. هل اللي هو should be any credit size supplies expense. احنا قبل لا نبتدي نسوي adjusting لما يقول عندي supplies القيد بيكون supplies expense فوق تحت بيكون عندي supplies صح؟ زين طبعا هذه هو جهة الديبت هذه هو جهة الكريدت. هو يقول لي صح او غلط ان الكريدت سايز هذه هو الكريدت سايز should be the supplies expense. أكون يعني واضحة أن الكريدت راح يكون من عندي supplies فالإجابة بتكون واضح أنها بتكون غلط. فطبعا الإجابة صحيحة اللي هو بيكون debit supplies expense والكريدت بيكون supplies. اللي بعده activities number 2. If the company has a balance of an air surface revenue قيمة ال an air قيمتها اللي هي قيمتها اللي هو 9000. On December 31, 2019 معطينا نسبة عليها 20% كان اير. اوضح لي في السؤال ان هي ان اير ريفينيو. The adjusting interest should be طبعا واضح انه بيكون ان اير سيرفيس ريفينيو وسيرفيس ريفينيو. زين حق المبلغ نشوف المبلغ صحيح اللي حطوه ولا لا. ناخذ ال 9000 معطيني عليها نسبة في 20 على 100. طبعا لما نطلع الإجابة بتطلع 1800 فبيكون الإجابة صحيحة.
فالإجابة صحيح. أعزائي الطلبة، يكون كذي أنهينا الجزء الأول من الأدجستنج إنتريز تبع البري بيردل إكسبنس وأن إير ريفينيو. فعلشان تستفيدون من حل الأنشطة يمكن تطلعون على موقع الوزارة أو الكتاب المدرسة علشان نحل أنشطة أو إكسرسايز اللي هو إضافي. وشكرا لحسن إصغائكم.